هذه المرأة اتق الله فيها، لا تظلمها بمصادرة حقوقها ولا بسوء العشرة معها. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، وبعدين قال ولهن مثل الذي عليهن، هذا في الحقوق. بعدين سوى درجة ثانية اسمها القوامة، قال وللرجال عليهن درجة، ليست أفضلية وإنما مسؤولية. بس قد تكون بعض النساء واحدة أفضل من ملايين الرجال. هنا خديجة رضي الله عنها امرأة، لكن أول من أسلم من الرجال من الأمة، أول من أسلم من خديجة، أول دم أريق في سبيل الله دم مرة سمية بنت خباط أم عمار بن ياسر، أول مال أنفق في سبيل الله مال خديجة. يقول الناظم ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال.